كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، تحقيق النادي الاهلي الميداليه البرونزيه للمره الثانيه في تاريخه بعد انجاز 2006. الانجاز بيتكرر النهارده في مونديال الانديه وفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحيه. طبعا اجواء احتفاليه كبيره جدا جدا في مقر اقامه النادي الاهلي عقب الوصول مباشره. لكن معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن سيد، الف مليون مبروك، انجاز جديد بيضاف للنادي الاهلي. الحمد لله، طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى. هي يعني بطوله طبعا هي غاليه على مش يعني على وصولها، وغاليه في التعامل معاها وفي الفرق اللي بتبقى موجوده فيها. واحنا يمكن شاركنا 6 مرات، دي المره السادسه، لكن يعني بالقوه ديت اعتقد دي من اقوى البطولات اللي احنا شاركنا فيها. بتقابل سحبه الارض او الفريق اللي يعتبر البطوله الخط الامامي بس لوحده 27 مليون دولار، الخط الامامي بس لوحده بتتكلم في 25 27 مليون دولار، مليون دولار. وبعدين بتقابل بطل العالم وبطل، وبعدين بتختم بحظك ان انت تقابل كمان بطل امريكا اللاتينيه، يعني وما ادراك امريكا اللاتينيه. فبطوله قويه جدا 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 جدا، اكيد اكتسبنا منها حاجات كتيرة واستفدنا حاجات كتيرة وشاركنا مع فرق مختلفة تماما ومستويات مختلفة تماما، يعني هتساعد اللعيبة في التعامل في اللي جاي. فرحة كبيرة جدا، الحمد لله رب العالمين يستحقها، يعني تعبنا واجتهدنا وربنا سبحانه وتعالى كلل مجهودنا بحاجة كويسة، لكن نبني عليها. عارفين ان احنا جايين بعد 4 ايام او 5 ايام هنبدا مشوار دوري المجموعات في افريقيا مع فرقه المريخ السوداني، وعارفين كمان انها دعمت بشكل كويس وعندها عناصر جديده هتشارك معاها في البطوله. وبعدين بعدها ب5 6 ايام هنقابل سيمبا التنزاني، وبعدين فيتا رايح جاي. طبعا طبعا يعني من حقنا نفرح النهارده، وكل جمهور مصر كله يفرح، وكل جمهور النادي الاهلي خصيصا يفرح. يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، وصعوبه المنافسه في البطوله دي تحديدا بدايه من مباراه الدحيل القطري، اللي رغم ان في بعض قلل من فوز النادي الاهلي في هذه المباراه، وبعدين لما خسرت من البايرن الناس شككت في قدرات النادي الاهلي، رغم ان انت بتلعب بالبايرن اقوى فريق في العالم. بص انا عندي قناعه دايما، يعني في الاخر يعني انا مقتنع تماما، يعني ان حلو قوي المنافسه وحلو قوي التواجد، لكن النفسيات لو هتروح لها هتتعب جدا. ما تفكرش انت في مصر او في وانت بتتفرج على النادي الاهلي، ممكن تلاقي ناس بتموت عشان النادي الاهلي يكسب، والعكس فتلاقي ناس بتموت عشان النادي الاهلي ما يكسبش. فلو انت هتبص للطرف الثاني في المعادله ديت هتتعب جدا، يعني خليك ماشي في طريقك، بتحضر بشكل كويس، بتتعامل بشكل كويس، يعني اللا منطق واللا عقل ده ما تبصلوش كتير وما تقفش عنده كتير، يعني خليك في طريقك وخليك في فرقتك وخليك في مشوارك يعني.